بعد ولاية دامت 30 عاما، غادر حاكم مصر في لبنان رياض سلامة مبنى المصرف المركزي في الحمرة ببيروت بنقر الدف والعزف، ليتولى وسيم منصوري نائبه الأول المنصب خلفا لسلامة الذي قال بأن أوضاع لبنان تتجه نحو التعافي. مطمئن مؤسسات استمرارية، وهلأ الأمور هادية بسوء القطع والاقتصاد على التحسن. تحسن لا يبدو أنه سيأتي بحسب مراقبين عقب انهيار قيمة الليرة اللبنانية منذ عام 2019 في ظل التجاذب السياسي في لبنان وسيطرة ميليشيا حزب الله ذراع إيران على مفاصل الدولة وقراراتها. الحاكم الجديد للمصرف وسيم منصوري قال إنه بات من الضروري التوصل لتوافق كامل على إخراج سياسة نقدية من أي مناكفة سياسية، داعيا لتوحيد سعر صرف الليرة والتوجه نحو إصلاحات عاجلة ووضع قانون ضبط رأس المال وقانون إعادة هيكلة مالية خلال 6 أشهر، وأكد أن أي تمويل للحكومة يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، ويجب أن يكون مشروطاً بالقدرة على رد الأموال. الانهيار المالي الذي تعرض له لبنان منذ عام 2019 أدى إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي أو إجبارهم على استلام ودائعهم بالليرة وبسعر صرف يفقد مدخراتهم معظم قيمتها، وهو أمر أدى لانفلات أمني وحوادث اقتحام مسلح، بينما تشير الأرقام إلى خسارة المصرف نحو 76 مليار دولار. الإجراءات الجديدة التي يطالب بها وسيم منصوري خليفة حاكم مصر في لبنان المركزي، يرى مراقبون أنها لن تنقذ لبنان مما هو فيه بعد خسارة الليرة اللبنانية نحو 98% من قيمتها، ما لم يتحرر لبنان واللبنانيون من نفوذ إيران وميليشياتها التي جثمت على صدور اللبنانيين.